كادت الشمس تودع دنيا ساحة الحرية بتعز، الساحة التي ظلت مليئة برقص الأطفال للمستقبل وهتاف الشباب للمدنية وغناء النساء للثورة. وفجأة شنت قوات صالح غازاتها الحارقة ونيران رصاصها الحي على الساحة. وجد الثوار أنفسهم في معركة غير متكافئة، صدور عارية إلا من اليمن في مواجهة أطقم أمنية وجنود مدججين بالأسلحة الحديثة. ظلت أرواح الشهداء تصعد إلى السماء وأصواتهم تهز الفضاء، ارحل، وجرحى يكتبون بدمائهم يرحل. استمر اقتحام الساحة حتى وقت متأخر من صباح ليل 29 مايو 2011. قتلت نيران المخلوع العديد من المتظاهرين السلميين وجرحت الكثير منهم، وتم إحراق ساحة الحرية التي ظلت منذ بداية ثورة فبراير 2011 منطلق المظاهرات السلمية المطالبة برحيل علي صالح ونظامه. بعد إحراق ساحة الحرية تحولت كل شوارع مدينة تعز إلى ساحات مفتوحة، واكتظت شوارع المدينة بالمتظاهرين، لكن قوات الأمن حاولت إحراق تلك الشوارع أيضاً ونقلت نيرانها للبيوت الآمنة، ما خلق بعد ذلك بداية كفاح مسلح يحمي المتظاهرين السلميين من عنف النظام. إحراق ساحة الحرية بتعز لم تكن الجريمة الأولى ولا الأخيرة، لكنها كانت تعبيراً عن تدشين نظام المخلوع لجرائمه الوحشية ضد فبراير وضد تعز. لقد أحرق نظام المخلوع ساحة الحرية، لكنه لم يستطع إحراق روح الثوار ولا إرادة التغيير التي ما زالت تواجه جرائمه حتى اللحظة.